السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا اليوم فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. جديد القفطان المغربي، قفطان بالفوقية او قفطان بالسلهام او قفطان بالكيمونو او بالقفطان محلول. هذا العام هو التوندونس سنة 2024، لا سوا في لي جابادور كيجي بحال هكا في جابادور، سوا جابادور طويل او جابادور قصير كما كتشوفوا هنايا في هذا لا فيديو هذا، بالكيمونو قصير وبالكيمونو طويل. جابادور اللي اكثر من رائع وبالطريزات هكا ديال المعلم، خفيف وزوين وانيق. يا اما تخدموه بالكريب زقلي يا اما تخدموه بالكريب سامبل. والطوندونس في هذا العام في الكريب هو الكريب بالزقلي هكا كيجي صراحه زوين، خصوصا الا كنتي باغا تلبسي هذا الجابادور هذا او القفطان او القندوره باغا تلبسيها في المناسبات. نشارك معكم كذلك هذا القفطان هذا اللي اكثر من رائع، قفطان بالمجدول خفيف تقدر تلبسيه في المناسبات الكبيره وفي المناسبه الخفيفه. هذا بالطرز وبالتنبات غزال، حتى هذا القفطان هذا عجبني وحبيت اني نشارك معكم بالمبرا. المبرا كيواتيها الطرز بزاف 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 بزاف، شوف الطريزات اللي فيه هكايا من النور. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم وكانت هذه هي الاختيارات ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم. ما تنساوناش من لايك الفيديو والاشتراك بالقناه، البارطاج ديال القناه مع الاهل والاصحاب والاصدقاء ديالكم. ما تنساوش تزورونا على المنتدى ديال القناه لانه كنحط لكم فيه بزاف ديال الحوايج زوينين، قفطنات للبيع، قنيدرات للبيع، كسيوات، اي حاجه تحت لكم على البال كنحطوها على المنتدى ديال القناه. مرحبا بكم، الف مرحبا.